كلنا ضحكنا عليك وانا اول واحده فيهم. خلينا كده نعترف ان اي صانع محتوى دايما بيحاول يبيع لكم سلعه عن اسرار السفر، ازاي تسافر بشكل مجاني او ان انت حتى تسافر وتاخد فلوس. يعني انا واحده من الاشخاص دي اللي دايما على انستجرام بقنعكم ان انتوا تشتروا الكتيب بتاعي عن اسرار السفر الاقتصادي. دايما بقول لكم ان السفر مجاني وتقدر تسافر وتلف حول انحاء العالم ببلاش، وكمان ممكن تعمل فلوس وانت مسافر. الفكرة كلها ان اي صانع محتوى على السوشيال ميديا بيقضي ساعات كتير جدا بيشتغل على المحتوى بتاعه، فبالمقابل بيبقى عايز مقابل الوقت اللي هو قضاه في صنع المحتوى بتاعه ده ان هو يعمل فيه. طيب المعلومات والاسرار بتاعت السفر المجاني او الاقتصادي او السفر حتى باقل التكاليف والاسعار، هل انت مش قادر ان انت تدور عليها وتلاقيها بنفسك؟ سهل جدا ان انت تلاقيها سواء على اليوتيوب او على جوجل او على حتى على الفيسبوك. بس الفكرة كلها ان انت هتقضي اكتر من 1000 ساعة بتعمل بحث عن اسلوب السفر الاقتصادي، او ان انت حتى ازاي تبدأ تسافر اول خطوات ليك في السفر. بس الاول كده خلينا نتفق مع بعض نشترك بالقناة ونفعل جرس الاشعارات، ويلا بينا نبدأ حلقة اليوم. هل انت تقدر تعمل سيرش وتبحث مع نفسك عن اسرار السفر الاقتصادي او السفر باقل الاسعار والتكاليف، وازاي ان حتى انت تعملها، وايه فكرة اصلا ان انت تشتري احد منتجات الناس اللي سافروا قبليك، او تشتري افكار او اسرار السفر الاقتصادي من صناع المحتوى؟ اي اسلوب او اي اسرار من اسرار السفر الاقتصادي تقدر تلاقيه بسهولة جدا على السيرش ان انت تقدر تعمله على جوجل او حتى اليوتيوب. بس الفكرة ان انت هتحتاج تقضي ساعات كتيرة جدا اكتر من 1000 ساعة عشان تعمل سيرش، ودايما بيبقى فيه اخطاء في البحث. الفكرة ان الرحالة والمسافرون دايما بيبقى عندهم بيعملوا ميكس ما بين حاجتين، الخبرة بتاعتهم طبعا ان احنا قضينا ساعات كتيرة جدا من البحث عن ازاي ان احنا نبدأ نسافر، بلس ان احنا كمان عندنا خبرة في السفر، فبندمج كمية الساعات اللي احنا قضيناها في البحث مع الخبرة بتاعتنا والمغامرة اللي احنا عشناها في السفر، وبنقدمها لك على طبق من فضة في الكتب اللي بنبيعها على وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتنا. بالظبط كده زي الفكرة لما بتروح تدفع لمدرس عشان يدرس لك المنهج ويفهمك ويدربك على الامتحانات وان عشان تنجح بدرجة عالية. طب خلينا نقارن، لو انت من غير مدرس هل تقدر تفهم المنهج؟ هل تقدر تشرحه لنفسك وتذاكره؟ تقدر تعمل كل حاجة، بس مش هتجيب الفول مارك، ومش هتقدر تبقى يعني هتقضي وقت كتير جدا في المذاكرة. فالفكرة ان انت بتدفع لمدرس عشان يعلمك ويشرح لك المنهج ويوفر وقتك ومجهودك وكمان يديك الخلاص. في حاجة كده مبدأ بنسميه الجولدن تشيكن ناجتس، يعني انا كمسافرة او رحالة بقالي كتير اتعلمت اساليب كتيرة جدا واستراتيجيات السفر الاقتصادي. الاساليب والاستراتيجيات دي فعلا ساعدتني ان اسافر مجانا وكمان اعمل فلوس وانا مسافرة. طبعا الموضوع ده ما كانش بيستاهل وما جاش من اول سنة، انا قضيت سنين كتير جدا عشان اتعلم الخبرة دي واتعلم الاساليب والاستراتيجيات دي كلها. فبالمقابل ان انا عملت دليل اسمه دليل اسرار السفر الاقتصادي، وده اللي انا ببيعه على الانستجرام. طب المعلومات اللي موجودة في الكتيب بتاعي ده صعب ان انت تلاقيها؟ سهل تلاقيها في كل مكان، بس في زي ما قلت لكم مبدا اسمه الجولدن تشيكن ناجتس. يعني عارفين كده لما بنعمل يكون عندنا تشيكن ناجتس او البانيه ونحمره، وبيبقى عندنا كام قطعه كده بتبقى لونها ذهبيه وحلوه ومقرمشه، والباقي بيبقى شويه مزيت. الفكره ان المسافر او الرحال بيديك الخلاصه، بيديك الزبد، بيديك احسن حاجه عنده من بعد بحث اكتر من الاف الساعات على اليوتيوب او حتى الجوجل، وان هو كمان عمل تجارب وعاش التجارب بتاعته، سافرنا ورحنا، فبنبقى ميكس. احنا بنديك خبرتنا من بحث الاف الساعات، من تجارب وخبره احنا عشناها، ان احنا عشنا الحياه المغامره في السفر، قابلتنا مواقف، قابلتنا تحديات، وطبعا بتبقى عامله زي البازل، احنا حلينا كل المغامرات اللي قابلتنا في الحياه في السفر. فبقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، فانا بوفر عليك وقت ومجهود وكمان فلوس كتير جدا ان انت تسافر بشكل اقتصادي. فزي بالظبط كده لما بتعمل اوردر على امازون او على سوق دوت كوم، انت المنتج اللي انت بتشتريه ده انت سهل تعمله وسهل تحضره في البيت، سهل انت تخلقه لنفسك، بس انت بتريح دماغك وبتشتري دماغك، فبتروح تطلب المنتج ويوصل لك لغايه البيت. اللي عايزه اوصله لك ان الاحلام ببلاش، سهل تحلم، بس المهم ان انت تسعى ورا حلمك وتحققه. هديكوا على سبيل المثال، انا كان حلمي ان انا يكون عندي البودكاست بتاعي وابقى اسمي بودكاستر،
بصراحة لما عملت ميزانية البودكاست، عملت لها ميزانية، اكتشفت ان انا عشان اعمل استضافة لضيوف معينة انا بحبهم، مسافرون ورحالة او حتى ناس ناجحة في الحياة، لقيت ان انا محتاجة في كل ضيف اجيب من اصرف من $1000 ل$2000 عشان اجيب الضيف ده. وبصراحة اقولها لكم بصراحة، انا كل الميزانية بتاعتي راحة في التحويش لهدف كبير في المستقبل، خلال السنتين الجايين انا بحوش عشان اشتري او اجيب حاجة معينة، يعني مغامرة في الحياة جديدة. فكل فلوسي اللي انا يعني بعملها دلوقتي في السفر فعلا بحوشها عشان احقق الهدف اللي المفروض هحققه بعد سنة او سنتين. طيب انا، هل انا موتت حلمي؟ هل انا قلت خلاص انا مش هقدر اعمل البودكاست بتاعي ده؟ بالعكس، انا عملت بودكاست وببلاش مجانا، بالظبط كده، ان انت ممكن تلاقي اي معلومات على السوشيال ميديا مجانا وعلى جروبات السفر مجانا. فانا عملت بودكاست ابو بلاش. عملت ايه؟ قلت خلاص بدل ما اموت حلمي، انا بحب ان انا استضيف الناس واتكلم مع الناس، بس بحب الناس اللي هي تتكلم معايا وتديني قيمه ومعلومات، زي قناتي كده على اليوتيوب. يا جماعه اعملوا لها اعملوا لي اشتراك بالقناه وفعلوا جرس الاشعارات، عشان دايما بقول لكم معلومات قيمه جدا ببلاش. فقلت ان انا اي رحال او اي مسافر خلال رحلتي في السفر بقابله هعمل له استضافه. وبصراحه اللي بقابلهم ناس ظريفه جدا، واحسن صداقات بعملها في السفر، لان الرحاله اللي بقابلهم في السفر دول الرحاله الحقيقيين اللي بداوا من الصفر وجابوها من تحت قوي عشان يوصلوا. ومعظم الرحاله اللي انا بقابلهم كمان شباب اجانب، يعني بداوا من اول ما هم عندهم 16 و17 سنه، وانتوا عارفين الاجانب دايما معتمدين على نفسهم، من اول 16 سنه ما بياخدوش فلوس من اهلهم. قلت حلو قوي جدا ان انا استضيف الرحاله الاجانب الشباب اللي بقابلهم في السفر واخد منهم اسرار السفر الاقتصادي واعلمها لكم، فيبقى وين وين سيتويشن. انتوا تتفرجوا على البودكاست بتاعي اللي كان حلمي احققه او ان انا اخلقه، وانتوا كمان تستفيدوا بالمعلومات اللي انا بديتها لكم، او الضيف بتاعي اللي انا استضفته ببلاش في البودكاست بتاعي بيديها لكم. فمعنى كده ان اي معلومه تقدر تلاقيها ببلاش. يعني انا مثلا على الانستجرام بتاعي زي ما قلت لكم عامله لكم دليل اسمه دليل اسرار السفر الاقتصادي، ببيعه بفلوس، بس قبل ما انت تشتري الكتيب ده انا عامله نسخه مجانيه تقدر تحملها وسايبها لكم في صندوق الوصف، تقدروا تحملوها هتلاقوا جبالكم معلومات قيمه جدا. بس هتلاقوا مثلا شويه من المعلومات اللي هي الجولدن تشيك ناجتس انا سايباها في الكتاب اللي بيتشرح، وده حاجه معقوله وطبيعي. فهتلاقيني ان انا عطياكم بنسبه 70% من المعلومات مجانيه، بس 30% من المعلومات القيمه جدا الجولدن تشيك ناجتس انا سايباها في الكتاب المدفوع. فما تنساش تحمل نسختك المجانيه من صندوق الوصف. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا وطلعتوا حتى معلومه واحده مفيده ليكم. فطبعا لو مهتمين بالسفر واسرار السفر تابعوا قناتي واعملوا اشتراك بالقناه. وكمان عملت لكم كورس البيزنس على قناه شيماء لايف ستايل، تابعوا القناه الثاني لو مهتمين تعملوا فلوس في السفر او في الحياه بصفه عامه، سواء اونلاين او في السفر او في حياتك. وطبعا ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام، واشوفكم في الفيديو ده.